ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا هذا السائل يقول: ما توجيه فضيلتكم في بعض المظاهر في الأفراح والولائم من الزيادة في المآكل والمشارب والملابس بلا داع، ثم بعد ذلك إهمالها وتركها عرضة للرمي في سلات المهملات، وهل يعد هذا كفرانا بالنعم؟ هذا مخالف لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا يجوز إهدار النعم والزيادة عن ما يحتاج إليه الناس، بل يكون هذا بقدر الحاجة، وإذا فضل شيء يتصدقون به على المحتاجين. وهناك في علمي هناك جمعيات لمثل الولائم أو بقايا الولائم، يجمعونها ويخزنونها في ثلاجات ويوزعونها على الفقراء، يتصل عليهم ولا يضيع النعمة ويسرف فيها، يسرف فيها أولا ثم يضيعها ثانيا. نعم.